نظم مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مركز جنيف للإدارة الديمقراطية للقوات المسلحة ورشة عمل بعنوان وجهات نظر حول اليمن، أشار فيها سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر إلى موقف المملكة العربية السعودية الواضح من أن الحل السياسي للأزمة اليمنية يقوم على ثلاثة أسس: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22/16. المجتمع الدولي تصل معلومات أحيانا مضللة من المنظمات المحلية اليمنية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأيضا هناك أيضا عدم فهم للثقافة لداخل المجتمع اليمني أيضا، وأيضا هناك نقص للمعلومات حول دور المملكة العربية السعودية في الجانب الإنساني، وتضخيم لبعض الأمور التي يزعم الميليشيات الحوثية بأنها تحدث داخل المناطق الخاضعة لهم، وبالتالي هناك ضرورة لتوضيح هذه الأرقام وهذه البيانات. أنا وزملائي من عدة قطاعات وضحنا للمجتمع الدولي الجوانب التي تعمل أو المسارات الرئيسية التي تعمل في المملكة العربية السعودية، المسار الاقتصادي والمسار الإنساني وأيضا المسار الإغاثي والجهود التي تبذل منذ سنوات وحتى الآن. أكد المشاركون في الندوة أن الحرب لم تكن خيار دول التحالف، ولكن أجبرت عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستعادة الشرعية وفتح قنوات الحوار بين الحكومة الشرعية والحوثيين، كما أن المملكة العربية السعودية والتحالف والحكومة اليمنية تعمل معا لتحقيق الأمن في المنطقة بما يكون له أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين. أردنا من خلال هذه الورشة أن نرى كيف يمكن وضع الإصبع على الجرح، وبالتالي تحديد ما هي أهم هذه التحديات التي تواجهنا في اليمن، تواجه المجموعة الدولية في اليمن بشكل عام. ومن هذا المنطلق كان من ضمن المشاركين بشكل أساسي السعودية وممثلين عن السعودية بصفتها يعني في قيادة التحالف الدولي في اليمن، بالإضافة إلى مجموعة بطبيعة الحال من السادة اليمنيين، وأيضا مجموعة كبيرة من المؤسسات الدولية بشكل أساسي الإنسانية أو العاملة في المجال الإنساني. أجمع المجتمع الدولي في جنيف من خلال ورشة العمل حول اليمن أن الإنقلابيين يزعون دوما لعرقلة انسياب المساعدات الإنسانية وعدم احترام حقوق الإنسان، وأشاد الخبراء المشاركون وممثلو بعض المنظمات الدولية بالمجهودات الإنسانية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مطالبات دولية للإنقلابيين بتسهيل عملية انسياب العمل الإنساني في اليمن واحترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، جنيف.